والمتقلبة بثقلها على الحياة اليومية. وكان التعليم امتيازاً نادراً في حين كان الأطفال هم الثروة الوحيدة للعائلة، إذ شكلت يدا كل طفل مساهمة ضرورية في كسب القوت للبقاء على قيد الحياة. عبقريتنا نحن البشر تكمن في أننا أدركنا على الدوام ضعفنا، فسعينا إلى توسيع حدود مناطقنا، لكننا لطالما أدركنا حدودنا، ومع ذلك فقد وجدنا ما ينقصنا من طاقة وقوة جسديتين في الحيوانات التي استأنسناها لتخدمنا. لكن كيف نقهر العالم ببطون قوية؟ لقد قلب اكتشاف الزراعة مستقبل البشر رأسا على عقب، وحول مسار تاريخنا إلى الأبد، بعد أن كنا كالحيوانات الضارية نهيم بحثا عن الطعام. كانت الزراعة هي أولى الثورات العظيمة التي حققناها وطورناها قبل 8 أو 10 آلاف عام، ومعها تغيرت علاقتنا بالطبيعة. وفرت الزراعة مصدر طعام ثابتا، أنهى هواجس التضور جوعا بسبب قلة الصيد أو الحصاد. فاض الطعام للمرة الأولى وظهرت المدن وقامت الحضارات. ولخدمة الزراعة سخرنا طاقة الحيوانات واستفدنا من النباتات، واستطعنا أخيراً أن نحصد ثمار عملنا. تلاشت من أذهاننا ذكريات آلاف السنين من التخبط بحثاً عن الطعام. عرفنا أنواع الحبوب ونوعية التربة التي تلائمها والمناخ، فتسنى لنا زيادة المحاصيل ومضاعفة أنواعها. إن الهم اليومي الذي يستحوذ علينا نحن البشر هو إطعام أنفسنا وعائلاتنا. شأننا في ذلك شأن الكائنات الحية الأخرى، وعندما لا تجود التربة بعطائها ويشح الماء نبذل جهودا جبارة لتحويل مناطق قاحلة إلى رقع زراعية. بصبرنا وبإخلاصنا للأرض شكلنا نحن البشر معالم اليابسة، وأصبحت الزراعة أشبه بشعائر أزلية نقوم بها مرة تلو الأخرى. نصف البشر يفلحون التربة، 75% من المزارعين يعملون بقوة سواعدهم. لكننا بعد الاعتماد على القوة الجسدية فترة طويلة من الزمان وجدنا طريقة نستخلص بها الطاقة من باطن الأرض. ألسنة اللهب المتصاعدة هذه أصلها كذلك من النباتات، إنها ينابيع طاقة متفجرة، طاقة شمسية بحتة امتصتها ملايين النباتات على مدى ملايين السنين قبل أكثر من 100 مليون عام. إنها الفحم، إنها الغاز، وعلى رأس ذلك كله إنها النفط. هذه الطاقة حررت البشر من الكد في زراعة الأرض. كان اكتشاف النفط فاتحة عهد جديد، عهد تخلصنا فيه من أغلال الزمن، وبسبب النفط ينعم بعضنا بترف لم نشهد له نظيرا. في 50 عاما فقط، أي خلال عمر إنسان واحد،
غيرنا الأرض تغييرا جذريا كما لم تفعل كل الأجيال التي سبقتنا في تاريخ البشرية. تدور عجلة السرعة، تعصف دواماتها بالعالم. ففي السنوات 60 الماضية فقط ازداد عدد البشر إلى 3 أضعاف، وانتقل أكثر من 2 مليار إنسان إلى المدن. تتسارع الوتيرة وتصبح مدينة شنزن في الصين مليئة بناطحات السحاب، بعدما كانت قرية صغيرة وادعة تعيش من صيد السمك قبل 40 عاما فقط. يحتدم تسارع الوتيرة في مدينة شنغهاي، وفي 20 عاما فقط تم تشييد 3000 برج وناطحة سحاب. اليوم يبلغ عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في المدن. هذه مدينة نيويورك، أولى المدن الضخمة التي عرفها العالم، رمز استغلالنا للطاقة التي وفرتها الأرض. نمت وتغذت على قوة سواعد ملايين المهاجرين وطاقة الفحم وطاقة النفط الهائلة. أمريكا كانت الدولة الرائدة في اكتشاف الطاقة الهائلة للذهب الأسود واستغلالها وتسخيرها. حلت الآلات محل البشر، فكل لتر من النفط يولد طاقة تعادل ما ينجزه 100 عامل في 24 ساعة. في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتبقى إلا 3 ملايين مزارع ينتجون محاصيل تكفي لإطعام 2 مليار إنسان. لكن معظم هذه المحاصيل لا تستخدم لإطعام البشر. هنا وفي جميع الدول الصناعية تصنع هذه المحاصيل لتصبح علفاً للماشية أو وقوداً حيوياً. لقد طردت الطاقة الجديدة شبح القحط الذي كان يهدد الأراضي الزراعية، ولكن الزراعة الحديثة تستهلك مخزون الينابيع بناهم يستنزف ما يعادل 70% من الماء المتوفر لاستخدام البشر. الترابط بين الأشياء ناموس من نواميس الطبيعة. لقد أدى توسيع الرقعة الزراعية وزراعة المحصول الواحد إلى ظهور الطفيليات، فتكفلت المبيدات الحشرية، وهي هبة أخرى من هبات الثورة البتروكيميائية بإبادتها. بفضل هذا التقدم غدت المحاصيل التالفة والمجاعات جزءاً من ذاكرة الماضي. فالزراعة الحديثة تنتج كميات فائضة باتت الدول تحتار في أوجه التصرف فيها. تسربت المبيدات السامة إلى الهواء والتربة والنباتات والحيوانات والأنهار والمحيطات، ووجدت سبيلها إلى صميم خلايا تشبه الخلية الأم الموجودة في جميع أشكال الحياة. هل تضر هذه المبيدات بالبشر الذين حررتهم من الجوع؟ هؤلاء المزارعون الذين يحتمون بالملابس الواقية الصفراء لابد أنهم يعرفون الجواب. تحررت الزراعة الحديثة من الاعتماد على التربة والمواسم، وحققت الأسمدة نتائج غير مسبوقة عندما استخدمت في أراض أهملها الناس. تقهقرت المحاصيل التي تتطلب تربة ومناخا معينين أمام الأصناف الأغزر إنتاجا والأسهل نقلا، وكانت النتيجة أن 3/4 الأصناف التي زرعها المزارعون على مدى آلاف السنوات مسحت من الوجود خلال القرن الماضي. على مد النظر تترامى هذه البيوت الزجاجية في مدينة الميريا بإسبانيا بساطا من الأسمدة يعلوه غطاء بلاستيكي. إنها حديقة الخضروات لأوروبا، مدينة الخضر متماثلة الأحجام، تنتظر كل يوم مئات الشاحنات التي ستحمل منتجاتها إلى أسواق القارة. كلما تطورت البلدان كلما ازداد استهلاك ساكنيها للحوم، فكيف السبيل إلى تلبية هذا الطلب المتزايد من دون اللجوء إلى إقامة مزارع للماشية مكتظة على غرار معسكرات الاعتقال؟ وتزداد وتيرة السرعة وتطال عجلة التطور دورة حياة الماشية، فأصبحت حبيسة لا ترى المرجى طوال حياتها. أصبح تصنيع اللحوم يسبق العمر الطبيعي للحيوان.
في هذه المزارع الشاسعة التي تحشر فيها ملايين من رؤوس الماشية لا تنمو نبتة عشب واحدة، ومن جميع أنحاء البلاد تأتي قوافل الشاحنة.